الإنسان الكرام الذين جاءوا من أجلنا ومن أجل مساعدة مرضانا. هؤلاء الجنود الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل نصرتنا وعلاجنا. مهما قلنا لأن لا نوفيهم حقهم. بوركت جهودهم وعلى رأسهم الوالد الدكتور صلاح الحاج يحيى، الرجل الشجاع المقدام الوفي الصدوق المعروف بأفعاله وصفاته الطيبة، والذي يستحق أن ينحني له كل الأحرار والشرفاء احتراما، ويستحق الإشادة على أفعاله ومواقفه الثابتة. وكما هو معروف أن الرجال لا بد وأن توفى حقها، وما قول الشعر في حقه إلا أقل القليل، فهو يستحق منا الكثير والكثير، ولا يستغرب منه ومن ذلك ومن كل ذلك، فهو من أسرة عريقة يشهد لها التاريخ. اسمح لي يا دكتور أن أهديك هذه القصيدة بعنوان من أنت. أنا أعلم يا سيدي من تكون. أنت هدية من الله للمرضى والغلابة والضعفاء. أنت العملاق المحلق في الفضاء. أنت الذي يحيا من أجل المواطن. إنك القدوة لكل الشرفاء. أنت المصباح الذي يضيء ظلمات المرضى من أجل الشفاء. عرفت من أنت؟ أنت حبة قمح التي وهبت نفسها دون إباء. أنت الغيمة الماطرة بالخير والعطاء. أنت بسمة طفل أسكنت مواجعنا بالأمل من أجل البقاء. أنت يا دكتورنا عنوان الصدق والوفاء والنقاء. أنت يا من تحمل روحه روح الصديقين والشهداء. أدعمك الله لشعبنا وباركك من سابع سماء. وبالختام باسمي واسم زهرات الوسطى نبايعك يا دكتور صلاح الحاج يحيى بالروح والدم.